أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. اخترت هذه السورة الكريمة من كتاب الله لأنها أشد وقعا على نفسي ونفسكم، ولها رهبة في قلوب المؤمنين خاصة، إخوة المجاهدون في سبيل الله. ماذا أقول لكم؟ أقول لكم لقد امتلأت بطوننا من أولاد الزنا، من الذين يغتصبوننا من أبناء القردة والخنازير. أم أقول لكم لقد شوهوا أجسادنا وبصقوا في وجوهنا ومزقوا المصاحف التي في صدورنا. الله أكبر، الله أكبر. هل أنتم لا تعقلون حالنا؟ هل حقيقة أنكم لا تعلمون ما بنا؟ نحن أخواتكم، نحن أخواتكم، سيحاسبكم الله. ولقد يكفيك من الله لم تمض ليلة علينا ونحن في السجن إلا وانقض علينا أحد القردة والخنازير بشهوة جامحة مزقت أجسادنا، ونحن الذين لم تقض بكارتنا خشية من الله. فاتقوا الله فينا، فاتقوا الله، اقتلونا معهم، دمرونا معهم، ولا تدعونا هكذا، ولا تدعونا هكذا ليحلو لهم التمتع بنا واغتصابنا كرامة لعرف الله العظيم. الله الدنيا فناء، ليس للدنيا ثمون، إنما الدنيا كبحر يحتوي. اتقوا الله فينا، اتركوا دباباتهم وطائراتهم في الخارج وتوجهوا إلينا هنا في سجن أبو غريب، توجهوا إلينا هنا في سجن أبو غريب. أنا أختكم في الله فاطمة، أنا أختكم في الله فاطمة، إنني أختكم في الله فاطمة. لقد اغتصبوني في يوم واحد أكثر من تسع مرات، أكثر من تسع مرات. فهل أنتم تعقلون؟ هل أنتم تعقلون؟ هل أنتم تعقلون؟ تصوروا إحدى أخواتكم يتم اغتصابها، فلماذا لا تتصورون وأنا أختكم؟ أنا أختكم، فلماذا لا تتصورون وأنا أختكم؟ الدنيا تهون، إنما الدنيا كبحر يحتوي سمك الوحوت. معي الآن 13 فتاة كلهن غير متزوجات، يتم اغتصابهن تحت مسمع ومرأى الجميع، وقد منعونا من الصلاة، لقد نزعوا ثيابنا ولم يسمحوا لنا بارتداء الثياب. وأنا أكتب لكم هذه الرسالة، وأنا أكتب لكم هذه الرسالة. انتحرت إحدى الفتيات والتي تم اغتصابها بوحشية، حيث ضربها جندي بعد أن اغتصبها على صدرها وطقتها وعذبها تعذيبا لا يصدق. فأخذت تضرب رأسها بالجدار إلى أن ماتت حيث لم تتحمل. مع أن الانتحار حرام في الإسلام، ولكني أهدر تلك الفتاة، أرجو من الله أن يغفر لها لأنه أرحم الراحمين. إخوتي، أقول لكم مرة أخرى، اتقوا الله، اقتلونا معهم لعلنا نرتاح، اقتلونا معهم لعلنا نرتاح. ومعتصمة الجمعة 17-12-2004 ميلادي، الموافق 15-11-1425 هجرية. انتهت رسالة فاطمة.